دكتور حامد فارس، استاذ العلاقات الدوليه وخبير الشؤون العربيه. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ايهاب، واهلا بكل مشاهدينك الكرام. كل سنه وحضرتك طيب. احنا لسه ما زلنا في اجواء اجازه العيد. حبيبي يا هبي، وكل سنه وانت طيب، ودايما اخوات ومحبه بيننا وبين بعض دايما يا هبي. يا دكتور، دكتور حامد، يعني معروف ان جلاله الملك عبد الله التقى امس جو بايدن رئيس امريكا، وانه اللقاء كان في كم كبير من الود، وجو بايدن وصف جلالة الملك عبد الله بأنه صديق ومخلص و هل بتعتقد حضرتك أنه في جزء من زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني النهاردة لمصر إطلاع على جزء من هذا اللقاء أو الحوارات اللي دارت في هذا اللقاء؟ طبعا في ظني وفي تقديري إن هذا اللقاء، وانت لمست نقطة مهمة جدا جدا، وأؤكد على أن هناك أبعاد ورؤى مشتركة كبيرة في كافة القضايا طبعا المصرية والأردنية، وهناك رؤية مشتركة، بل لا يعني لا أخفي سرا أن هناك تطابق كامل في كافة الرؤى في القضايا الإقليمية والعربية. صحيح. زيارة جلالة الملك إلى أمريكا ولقائه بالرئيس الأمريكي زيارة تأتي في إطار الحرص الدائم والمستمر في توطيد وتمكين المجتمع العربي في أن يكون له دور في حل كافة القضايا، سواء في مستوى الشرق الأوسط وأيضا على المستوى الإقليمي. ويعني هناك تطابق كبير على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي، وأيضا الشق الأهم لا ننسى أنه كانت منذ أيام ليست بالقصيرة القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية والشام الجديد الذي يتم البناء عليه لتكوين شرق أوسط جديد. ممكن يا دكتور، يعني احنا تفاجئنا في التصنيف اللي كنا حتى بنناقشه بالأمس في برنامجنا، أن مصر ثالث اقتصاد في المنطقة العربية بعد الإمارات وبعد العراق. يعني ما زال، أنا كنت دايما أقول ما زال لدى العراق الكثير لكي يعطيه ولكي ينهض بتقديم رفاهية حقيقية لشعبه، رغم كل ما تم نهبه من ساعة ما اتهموا العراق بالأسلحة النووية وما شابه. لكن يعني ما زال هذا التكتل، بقى تكتل الشام الجديد، مصر والأردن والعراق، كيف ترى هذا التكتل وكيف يعود بالنفع سياسيا واقتصاديا على الدول الثلاثة؟ يعني الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده بيه هو الأهم حاليا في نطاق العلاقات الخارجية المصرية، ومصر بتولي اهتمام كبير لمشروع الشرق الجديد أو الشام الجديد، لأن هناك أبعاد اقتصادية وسياسية كبيرة. أي. المشكلة ليست في أنبوب نفط يمر من البصرة جنوب العراق إلى العقبة الأردنية إلى مصر، ولكن أؤكد لك على أن هناك أبعاد كبيرة، لأن هذه الدول الثلاث تحتاج إلى بعضها البعض في كافة المجالات، وهناك تنسيق كبير بينهم في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية. وأيضا لا أنسى أن هناك اتفاق مشترك بين الدول الثلاث في مجال مكافحة الإرهاب، لأن الإرهاب في هذه المنطقة تحديدا يا أستاذ إيهاب هو إرهاب عابر للحدود، وبالتالي تبادل المعلومات بين الدول الثلاث في هذا النطاق تحديدا يعني يؤدي إلى نتيجة إيجابية في القضاء على الإرهاب الذي هو أصبح الشغل الشاغل. وإحنا دلوقتي بنخشى أن يعبر الحدود من تونس إلى جوارها، عشان كده ليبيا قفلت الحدود. لكن خليني أسألك، كيف يمكن أن تتم العدوى الإيجابية بالسلام والهدوء والاستقرار من القاهرة وعمان إلى العراق؟ يعني في ظني وفي تقديري أن العراق الآن يسير في الاتجاه الصحيح، هناك إجراء انتخابات في أكتوبر القادم، وهناك يعني نظرة، وإن كانت نظرة إيجابية نوعا ما لم تصل لدرجة الاستقرار الكامل، ولكن العراق في الطريق الصحيح في سبيل تحقيق استقرار منشود. وأيضا هناك الحوار الاستراتيجي الذي يتم في مرحلته الرابعة بين الإدارة الأمريكية وما بين العراق والإدارة العراقية، والتأخير في انسحاب القوات الأجنبية من العراق أو القوات الأمريكية من العراق، والدعم اللوجستي والدعم السياسي والدعم الاقتصادي
في ظل أن هناك قوى إقليمية مهمة في المنطقة تلعب دور كبير في استقرار المنطقة. طبعا الشقيقة أو الدولة الكبرى العظمى مصر ومعها الشقيقة الأردن، كل ذلك يدفع دفعا إلى تحقيق استقرار منشود ترغب فيه القيادة السياسية المصرية وفخامة الرئيس السيسي الذي أشفق عليه من حجم العمل الذي يقوم به في كافة الاتجاهات سواء داخليا وخارجيا. أعتقد أنه عقد القمة الثلاثية بوجود رؤساء دول كبار في مصر والأردن والعراق في بغداد، ده كان رسالة للعالم بأنه بدأت فعلا تستقر العراق رغم وجود عمليات إرهابية بين الحين والحين يعني. وأؤكد على نفس المعنى، وزيارة ضابة الفاتيكان أيضا للعراق كانت رسالة إيجابية، ومع بعدها زيارة الرئيس السيسي وزيارة الملك عبدالله، كل ذلك يدفع إلى تحقيق استقرار حقيقي للعراق ويدفع بشكل قوي إلى أن يكون هناك لبنة رئيسية لشرق أوسط جديد يعيد بالنفع على المنطقة العربية. بشكرك يا فندم جدا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، خبير الشؤون العربية.